شكرا بزاف على الدعوه في مدينه القصر الكبير، خصوصا في مهرجان الحياه، وانا شرف لي انني نتواجد هنا في مدينه القصر الكبير، وكنتمنى ان شاء الله تكون ماشي اخر مره نكون متواجد هنا في مدينه القصر الكبير. والحمد لله تمشوا الجمهور كان متفاعل معايا خصوصا في اغنيه فوق الشوايه، وانا فرحان بهم بزاف وعندي اعزاز الناس القصر الكبير، وكنتمنى ان شاء الله نولي عنده مره ان شاء الله الجايه. بالنسبه للجديد هو انني لا لحت واحد الاغنيه سميتها خليك بوزيتيف ماشي نيجاتيف. الاغنيه كتتكلم فيها على المراه المغربيه، راهي كاين في الاسواق وفي القناه الرسميه ديال اليوتيوب، وان شاء الله في راس العام عندي واحد الاغنيه ان شاء الله سميتها لا ليبرتي، كنتكلم فيها على الغربه، وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. أنا جيت سعيد بالمشاركة ديالي في الحفل الختامي لمهرجان الحياة المنظم بمدينة القصر الكبير، رفقة نجوم مغاربة معروفين الساحة الفنية، وهذه الصارة الختامية كانت فيها تكريم للهرم من أهرام الأغنية الجبلية سيد الملك أندلسي، فتم التكريم ديالو من طرف النقابة المستقلة للفنانين الموسيقية المغاربة بشراكة مع جمعية أسريف الطقطقة الجبلية. كانوا فنانين كبار وداز السهرة زوينة فيها تفاعل كبير مع الجمهور القصراوي اللي كان بنوجه ليه تحية كبيرة على التفاعل ديالو، وكنتمنى إن شاء الله نعاودو نلتقيو مع هاد الجمهور هذا في أقرب فرصة ممكنة. حاتم سلطان كنقول لكم كنبغيكم وتحية كبيرة لكم وشكرا على حسن الضيافة.